السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعي قناة روعة الطبيعة والجمال، أهلا وسهلا بكم. اليوم أتينا على شرفات البحر. طبعا هذه المنطقة تسمى منطقة العقر في ولاية شناص سلطنة عمان. جئنا بكم لنريكم هذه الاستراحة البسيطة والحديثة والجميلة. طبعا هذه الاستراحة مطلة على البحر وهوائه العليل، فكما ترون أعزائي المشاهدين يوجد في هذه الاستراحة طبعا هذه الطاولة وكراسي ومظلة صغيرة على حافة البحر، وأيضا كما ترون توجد خيمة وفي داخلها غرفات أو جلسات، وكما توجد أيضا سفرة وعليها دلة القهوة وحبيبات الرطب. طبعا هذه الجلسة يعني حديثة، بدأ الآن التشجير فيها زريعات بسيطة، فالمكان مكان الاستراحة جميل جدا لأنه أفضل مكان وهو مطل على البحر، لأن البحر يأتي بهواء عليل لطيف، نسائم حلوة، فغير عن الاستراحات التي تكون مثلا في المزارع أو في البيوت أثناء الحر لا تستطيع كثيرا أن تجلس فيها لأنه الجو حار، لكانت مثلا فيها بعض التبريد يعني كالمراوح أو مكيفات أو غيرها. أما على البحر فلا يحتاج، فالجو لطيف جدا وتستمتع بالجلسة في هذا المكان. طبعا أدعوكم إخواني الأعزاء إلى الاشتراك في هذه القناة، والسلام عليكم.